احمد سعد بيقول الناس بقت بتسف عليا زي المضاد الحيوي بالظبط 3 مرات في الاسبوع. ظهر الفنان احمد سعد في حواره في برنامج كنبة انغامي، وقال الفنان احمد سعد انه خلاص اتعود ان الناس تسف عليه 3 مرات في الاسبوع زي المضاد الحيوي بالظبط، وهو ما عندوش مشكلة في ده تماما، بالعكس ممكن يتبسط من اي حد بيسف عليه او بيتري عليه لانه عنده تصالح مع النفس جدا وما عندوش مشكلة، وهو عارف ان اي حاجة بيعملها ممكن تتفهم بطريقة كوميدية او ممكن تتفهم غلط او ممكن الناس تاخدها وتتري عليها، وهو ما عندوش مشكلة في الكلام ده، بالعكس ده بيكون مبسوط جدا، ده على حسب كلامه. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.